تحت عبايتي وخصني نكون كفؤ لهم ودرس اي خطه انا جبتها اليوم. فصراحه مهمي ومازال كان يرزقهم. السلام عليكم. مساء النور عليكم كاملين. صراحة الله كنت مشتاق لهذا اللقاء. كنت كنتخيلو كنحطو أمامي بجميع الصور بجميع المناظر بجميع الأشكال، ولكن ما عمري تصورتو غير من باب الحرارة. فكنقول لكم مشكورين كلكم فعلا، حيت أنا لي سونسيب غادي نشير غادي نبدا ذكي. دونك حنا كنقول لكم اولا كنشكركم كاملين، لان الصراحه الله ما فاش خديت القرار انني نغير واحد الشركه لهذ الشركه وكان قرار يعني صعيب، انك بنيتي فريق واحد الشركه اللي كانت خدات منها واحد الوقت، ولكن جي في الغف يعني ما خداش مني حتى اسبوع وخديت القرار، وكان قرار انتحاري بالنسبة لبزاف الناس. ولكن أنا ما شفتش أنني بنيت فريق وكانوا معايا ناس أكفاء وكانوا معايا ناس من المستوى وحققت نتائج وكانت يعني حتى شي واحد ما يقدر يغار، لأن كانت أول رتبة في إفريقيا والعالم العربي. الحمد لله لا نرضى إلا بالصف الأول، ولكن رغم ذلك أجدرت خليت كل شيء أبار ونظرت في المصلحة ديال وطننا، في المصلحة ديال خوتنا المغاربة، في المصلحة اللي غادي تمشي لينا بعيد. هذا هو الأساس، لأن لما كنقولوا التنمية البشرية فماشي بالضرورة نسند الحكومة حتى تعطي برامج، فاحنا الفعالين، الحكومة حتى هما، حنا خصنا نقولوا دائما كنحاولوا نخلقوا فرص لراسنا، وبالتالي هذا المشروع هذا اللي غادي نشوفوه الان، شفناه مع السي سعيد، شفناه مع السي ابراهيم، شفناه مع السي جمال، مع يعني كذلك السي ادريس باش ما ننساوش نقول ان تبارك الله هو عطاء. فهنا كنشوفوا غادي نتفاجئوا بشي اشياء اللي صراحه الله البارح الوحده اللي لعبت جاتني الخبر، وكان خبر ما خلاش الناس، لان علاش؟ لانني كبرت الرؤيه، كبر الطموح، ما بقيتش كنشوف باننا غادي نوصلوا لواحد الفئه معينه، ولكن شنو كنشوف؟ كنشوف هاد الناس اللي جاوا، وكنتحسر على الناس اللي تعطات عليهم ومشاو، ولكن لا باس هادو غادي يجيو، ولكن فرحت لهاد الناس اللي خداو البادره وداروا الثقه وكانوا معانا في هذا المشروع. لان اللي غادي نسمعوا له الان، لان قبيل ما بغيتش نتكلم انا، ولكن بغيت نخلي لي فونداتور ديال الشركه، عندنا شركه خصوصا انه كانوا الناس كيتقاسموا معايا، يقول لك السي كريم راه قالوا لنا بان لي بقول غادي تمشي في اخر السنه، ما كنتش كنجاوبو. علاش؟ لان اي واحد كيتكلم ولا هو الحق. يعجبني انا في النظام باش شافوا الشركه لي كونكيرون اللي معانا في المغرب، هو اللي يعجبني. علاش؟ انهم كيتعقروها، شافوها شركه شي كيقول لك عندها شهرين ثلاث شهور، شي كيقول لك كريم شرفوها الفلوس، لكن ما كانتش شركه ما صرحاش كيجيبها. وهذا شيء كان يبهرني. علاش؟ بان الناس يسمون انفسهم انهم ناس عندهم رؤيه، لكن كنقول الحمد لله اللي عندهم هذه الرؤيه هذه وما بحثوش مزيان في الشركه. يعني لو كانوا بحثوا بحكم الانانيه اللي كنعانيو منها حنا كمغاربه، وخصني دائما يكون الابلاين ديالي مسيو جورج مدام كريستين، ما كيعجبهمش كريم وفاطمه وفايجا كطيح من قيمتو. فهنا كنقول لكم حنا الحمد لله كنشتغلوا في جو امن وهادي، واللي قال لك الشركه ما قدرتش تمشي يقول له تماما، كنرجع نصور لولا انت ما كنتش غادي نعرف. فاللي سمعناه اليوم سيبهر المغاربه اللي بنا العالم هذا،
ولكن احنا اللي كاسوا عامر عندنا نديروا بين الناس الدراوش بين الناس البساطة بين الناس اللي يعتاري انهم يغيروا عيسو الناس اللي عندهم إشكالية غير الفرقة ديال الماء غير الفرقة ديال الضوء الناس اللي كتجرى وراء الدعم الآن وانا مع الدعم لكن شحال ديال الدعم 500 درهم لا تغني ولا تسدك من جوع وحنا عندنا طاقة عندنا رأس مال لا واجد شنو هو رأس مال هاتف ذكي وانترنت وتفرق الأسد ولا تستشر معنا عن السلبية فقط اختار الناس ديالك الشركة 2024 عاد غتبدا حتى الناس اللي كيقول لك انا بغيت ندير تريدي كتقول مرحبا بك تكلم واحد بهالمثال الناس اللي كيقول لك انا راني في شركة اللي كدير السفريات كتقول له مرحبا بك الناس اللي كيقول لك انا بغيت برودوي لصلاح صحتي كتقول له مرحبا بك الناس اللي بغات دير الماريناج وهادشي كله ليس اجبار لان لما قالوا سوسيتي ليبغول فيرال علاش فيرال ماشي ان فيها شي فيروس خايف نو فيروس ديالها هو طريقه باش مشات للعالم فضحك السنه الان وصلت لليوم منقرض الشركات اللي اشتغلت فيهم سابقا كانت شركات 34 سنه اشتغلت بجوج شركات وهذوك ثلاثه كانت شركات 34 سنه ميم با 500 سنه أقول شركة خايبة لكن الطريقة لأن الناس الشركة قص نقاط ضعف في كل واحد فينا لأن الفشل ديال القرار أن نغير ماشي ما كنتش ناجح تما كما قلت لكم حقت أول رتبة في إفريقيا والعالم العربي لكن شو اللي خلاني نهار هو الرؤية وبغيت أنا نشتغل لأن كنا كنشتغلوا مع واحد الفئة ولكن واحد الفئة ما كنتش نعرفها مش ما كنتش نعرفها كنتش نعرفها في العمل خصنا النخبة خصنا الستاتيو خصنا الإنسان السروي لكن لا أنا بغيت ندخل الحي الشعبي بغيت ندخل عند هذاك اللي عنده غير التوكوزي بغيت نخدم معاه حتى يوصل ويدير أبارتومون ويدير دار كاملة إير بريزو وبعد يتاق يدير فيلا لان النجاح ديالو في الاساس هادشي هذا ماشي خطاب ديال من اجل الخطاب وانما انا اعني ما اقول والدليل وهو انه تبارك الله احنا الان في الجيل ربما 15 ولا 16 الناس اللي تتواصل معايا يعطيني غير واحد يزيدني يقول لي مسيو كامل سير ما جاوبتش لان الاساس عندي انا ماشي انني انا راني بالقيمة صعب ندير ماشي بالقيمة يعني على رأس هذه المجموعة صعب ندير أنني أنا ما بيهضر معي أحد بالعكس أنا كنتقل أنا مستعد نمشي لأي دار مستعد نمشي لأي شط لأي قبيلة لأي مدينة من أجل ماذا؟ من أجل نحن بغينا نتفضوا ضد من؟ ضد الفقر لأن الفقر السودان عبد المهدي كلنا كنعانيو مهما كان الصالير ديالك مهما كان الوضع ديالك الاجتماعي الكل يعاني لكن تسويق علاقاتي هو نظام ديجا باش يغير المفاهيم ديال النظام 40 سنه ديال ماذا العمل بالتحام على التقاعد انا كنقول لك نشتغل سنتين ثلاث سنوات مع اللي يقول واكون على يقين انك مسكون في راحه شامله ماديا ومعنويا لان الحريه الماديه ليست فقط في المال لكن ما كنشوفش ما عنديش الربايه ما عنديش مالات ما كنشوفش واش مسؤول شكون اللي كيعيدني واش مسؤول هادشي كله غادي نتهناو منه غنشتغلوا معنا ما بغينا وفي ما بغينا والتوحيد اللي بغينا فكنقول لكم هنيئا لنا جميعا وانا لما كنشوف هاد الاشخاص اللي حاضرين معنا فاكيد كنشوف فيهم طموح كنشوف فيهم الامل كنشوف فيهم على الاقل اذا خرجنا في سنه في نهايه سنه 2024 خرجنا 5 ولا 6 ديالهم اللي الحمد لله المداخيل ديالهم كطيح على 10 12 الف دولار شهريا ونتعمد ننتقل هذا الحرف هذا او هذا الرقم هذا عفوا
لأن الريسبونسابيلتي لأن الإيمان هو ضروري يكون عندنا حاضر. عندك اللي يقول جاز بين يديك هو قدر، لكن نجاحك هو قرار. بالنسبة اليوم تأخذ القرار إلى قدر حق أمامك اللي يقول فتخص يكون قرار، يكون قرار سليم. نقول لكم أنا دائما معكم في الليل وفي النهار، وأي إشكالية نتعاون نحلها. فكنقول سند، يعني سند في كل شيء. سي سوفيا، سي سعيد، لأن بهيجة مقال، كذلك لأن فاطمة البهاري، كذلك شكون حاضر معايا هنا من الناس المباشرين. سي مصطفى، كاع الناس اللي حاضرين معايا هنا، كنقول لهم خاصكم تقعدوا عندينا، لأنه أقل شيء، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا لولا هاد الناس هذا اللي حاضرين وأنا مجروح ممتن وشهادتي فيهم مجروحة. فكنقول لكم جزاكم الله خيرا جزاكم وشكرا. في المناسبة عندنا واحد الشخص، اللي دار لنا واحد العمل جبار وبالاستعانة ديالو، اللي هو سي إدريس ميلاس من مدينة القنيطرة، اللي ساهم معنا وكان معنا حتى هو باش نكونوا هنا سي إدريس من مدينة القنيطرة، اللي هو أشبه شيء اللي كنعيشوه في شركة ليفغول. شنو هو؟ هو التضامن، والتضامن هو سر نجاح كل واحد فينا. الناس اللي داروا معنا وداروا النقرة الممتاز، الناس المشرفين على التنظيم، بغيتهم يطلعوا عندنا هنا. الناس اللي في الكواليس اللي المشرفين على التنظيم. كان تزامن عيد ميلاد ابنتي الصغيرة اللي هي سارة كريم، حتى هو تزامن معها اليوم. رؤية واحدة، مهمة واحدة. السيدات كذلك السادة اللي ما توفقناش أننا نديرو شهادة، هي شهادة فقط شهادة تقديرية، ولكن الأساس هو أننا الحمد لله في تقدم.